الأستاذة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بعد وقعتها الشهيرة في كندا لما شاورت على رقبتها بعلامة الدبح اللي يجيب سيرة مصر، وبعد ردود الأفعال الدولية عليها بررت التصرف ده بأنه مصطلح عادي ودارج وكلمة مصرية عامية وسيء فهمها واقتطعت من سياقها. والحقيقة أن الكلام ده صحيح، هي فعلا مقتطعة من السياق، لأن السياق الرسمي والإعلامي إنها هي واللي زيها سواء على المستوى الرسمي أو الإعلامي بيشاوروا بس، إنما اللي بيدبح زكي قدر مش وزير ولا مذيع. أي حد يقول كلمة بره على بلدنا تشرب شاي أولا يا جماعة عشان نكون موضوعين ومنصفين، إحنا مش عاوزين زلة لسان تخلينا ننكر جهود الدبلوماسية المصرية ووزيرة الهجرة في رفع اسم مصر في المحافل الدولية، وخلت اسم مصر على كل لسان الحقيقة. الوزيرة طارت على كندا عشان تحضر الاحتفال بإنجاز فنكوشي جديد من إنجازات الدولة المصرية، وهو رفع العلم المصري داخل برلمان مقاطعة أونتاريو في كندا، واعتبار شهر يوليو هو شهر الثقافة والحضارة المصرية، اللي كانت الأستاذة نبيلة مكرم خير من يمثل ثقافة الدولة المصرية فيه الحقيقة، مش برلمان كندا نفسه حتى. نفسي معرفش ايه جدول الحدث الفظيع التاريخي ده، بس اكيد الحكومة المصرية عارفة، يعني احنا مش هنعرف اكتر من الحكومة حتى لو اتصرف على المصلحة دي مئات الالاف من الدولارات من جيوبنا، مش مهم، المهم اسم مصر يا جماعة، المهم ان العلم اترفع في اونتاريو اللي هي مثلا زي احتفالية برفع علم نيكاراجوا داخل مجلس محلي مركز كفر صقر كده. المهم ان اليوم كان جميل والمشاعر الدافية كانت بتملى اركان القاعة اللي بتتكلم فيها سيادة الوزيرة، واللي وضحت فيه بما انه يوم الثقافة المصري حجم ودور ونوعية الثقافة اللي سايدة في مصر اليومين دول، والمنهج المحترم اللي قايم على تعزيز وتأكيد المستوى الغير مسبوق اللي وصلت ليه حقوق الإنسان في مصر. أقول لكم لو منصفين وهذا الكلام أقوله وأنا مسؤول عنه تماما، هؤلاء الناس يستحقوا القتل، يستحقوا القتل. يعني لو في واحد كده مصري يطول أيمن نور ده يقتله، يطول معتز مطر ده يقتله، يطول الأخ محمد ناصر ده يقتله. هتقولي أنت بتحرض على قتلهم؟ أقول لك لا، أنا بقول لحضراتكم هؤلاء الناس وغيرهم، يعني حط جنبهم بقى كل قيادات الإخوان اللي موجودة، كل الإعلاميين اللي موجودين هنا، كل لا هؤلاء الناس يستحقون القتل، واذا اتيحت لاحد يقتلهم يقتلهم. ما احنا في مرحله بناء الدوله بقى ومنحارب الارهاب ومش عاوزين صداع، ولازم برضو نحتوي الاصوات المعارضه داخل الاسره المصريه، نحتويها بقى في مسرحه زينهم او تراب الغفير او في السجون والمعتقلات، المهم نحتويها. نبيله مكرم كل اللي عملته عشان ما حدش يحملها فوق طاقتها هو تطبيق لسياسه الدوله اللي مشغلها، الدوله اللي قدامها مشروعات وطموحات ما ينفعش حد عميل ممول بيتفك بكلمتين يعطلها، الضرب بايد من حديد على الخونه اللي بيشتموا او بينتقدوا او بيهاجموا مصر اللي هي السيسي، يعني ما هو مصر يعني السيسي، هو ده الحل الوحيد للتخلص من اي عقبه في طريق الانجازات. هيعطلك الدنيا ليه؟ سويداء القلب قالها زكي بات، سويداء القلب، اضرب وتوكل على الله، اضرب يا سيدي وما تخافش، ده بيدمر لك اقتصادك، ده بيدمر لك المؤتمر على فكره، مش عايز المؤتمر، ولو ما اتعملش المؤتمر مش عايز اقول الكلمه. نبيله مكرم الوزيره المسيحيه اللي تم اختيارها وفق معايير النظام اللي اولا بيلعب لعبه التوازن اللي بيخاطبوا بيها الغرب، فقال لك اضرب عصفورين بحجر، وزيره ست وكمان مسيحيه، يعني وضع المراه 100 فل و10 ووضع اقباط زبادي خلاط. وثانيا جوده الاختيار بقى لمسؤولين كل خبراتهم لو عندهم خبره، يعني تبقى خبره في النفاق او حاصلين على كورسات جهل وجينات عبوديه مترسخه للحاكم الاب البطل الراعي المسؤول عن الرعيه او المنافق الاراري اللي فاهم كل حاجه بس اتخذ بقى النفاق اكل عيش وسمعا وطاعه وخلاص طالما تمن كرسي وزاره بامتيازاته الماديه والاجتماعيه والوضع والمكانه وتولع بقى البلد باللي فيها. نبيله مكرم كانت نموذج من النماذج دي اللي تم اختيارها بعنايه، ما بتلوكش كتير او ما بتلوكش خالص في مشاكل الاقباط، والسي في بتاعها ما فيهوش غير انبهار كامل بالبطل اللي ضحى بالحياه وانقذ مصر من الارهاب، ولا كامل لمصر ممثله في السيسي، واللي يغلط فيه يبقى غلط في مصر. هي نموذج لواحده استقت خبرتها السياسيه من القعده على البيسين مع صاحبتها في نادي الصيد اللي هم مؤسسي ائتلاف بحبك يا ذكري بقياده مدام سوسو وطنط رجاء. هي البنت الشرعيه اللي دوله وزير خارجيتها حطم الرقم القياسي في رمي ميكروفونات الجزيره. A joint press statement by the ministers of foreign affairs of Egypt and the secretary of foreign affairs of Mexico. The minister of foreign affairs of Egypt سامح شكري and the secretary of foreign affairs of Mexico her excellency the Thai the governments and peoples of both countries. End of text. هو ده المستوى الدبلوماسي اللي يعجب واحد زي السيسي، او بمعنى اصح عصابه السيسي اللي بتحكم مصر واللي بقى هم مصر ومصر يعني هم، واللي يغلط فيهم او ينتقدهم او يهزقهم بما يستحقوا من تهزيق يعني يبقى هزق مصر. بالمناسبه كمان نبيله مكرم اللي اتخذت من الدار للنار على الوزاره واللي بررت التصرف بتاعها تبرير اهبل من التصرف ذاته وبتحكي في انها كلمه عاميه تم اساءه فهمها، اللي هو
هو مفيش حد على ظهر الكوكب عنده ليها تفسير تاني غير انه تحريض مباشر وواضح وضوح الشمس على قتل المعارضين. وكمان بتقول انها اتقطعت من سياقها ولبستها لوحدة كانت قاعدة في القاعة عشان تستعملنا كلنا، وفاكرة المجتمع الدولي والصحافة والمواقع اللي خدتها غسيل ومكوى هياكل معهم تبريرات نبيلة وهي بتشرح الموقف على انه كلام كده بتقوله لابنها عشان تخوفه بأمنا الغولة وابو رجل مسلوخة لما طنط فيوليت تزورهم في البيت والولد يعمل شقاوة. هي بالمناسبة مش بس تقصد توصل الرسالة للنشطاء والاعلاميين اللي بره وتحديدا في تركيا او قطر، دي كمان تقصد بصفتها مسيحية وتلميذة لتوادروس والاتنين بيشتركوا في محبة عميقة للسيسي تقصد اشخاص محددين وحركات المسيحيين المعارضين اللي في الخارج. وده بان من الرسالة دي اللي بعتتها مخصوص لمخبر النظام اللي حرض تحريض مباشر على القتل يزاعها على الهواء. فالحقيقة يعني ببلغ الاستاذ ابراهام مقار اللي هو صاحب موقع جود نيوز، ببلغه انه يعني لابد من تحري الدقة، واقول له رفقا بوطنك. والحقيقة كوزيرة للهجرة انا ما بردش الاساءة بالاساءة، انا كوزيرة للهجرة بدعوه ان هو يجي مصر ووزارة الهجرة ستستضيفه علشان يشوف بلده اللي بيحصل فيها بالزبط، ويشوف الكلام اللي هو بيقوله مش بس في الخبر اللي طلعه النهاردة ولكن في كل الاخبار السابقة، عشان بعد كده يرجع ويكتب في موقعه الجود نيوز الجود نيوز الحقيقية. جود نيوز، خليك جود نيوز بحق وحقيقي ابرام، واهدى كده وابلع ريقك وتعالى مصر بلدك نافق زينا. تعالى انت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي. نبيلة مكرم ما غردتش خارج السرب، يعني ده اتجاه وسياسة الدولة، وهي ثقافة واتجاه اي مؤيد لكل نظام مستبد، سياسة الخلط بين نقد الحاكم ونقد مصر، الهجوم على الحاكم يبقى هجوم على مصر. نبيلة مكرم الوزيرة القبطية اللي مجرد حظها الكويس خلاها عاشت في وضع اجتماعي احسن شوية، واخدت لها شهادة في منظومة تعليمية عقيمة فاشلة اساسا، وما اتولدتش في المنيا ولا اسيوط، وشافت هدم الكنائس ومنع الصلاة والتمييز والاضطهاد في التعيين في القضاء والمناصب العليا في الجيش أو الشرطة، لولا شوية ضغوط من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية فلازم تهدد بقطع الرقبة طبعا. دي كتر خيرها بتدي جرس إنذار الأول وبتتفوق على النظام السعودي اللي خلص على جمال خاشقجي من غير تهديد وعلى وقع الموسيقى وزنة المنشار. هي ثقافتها كده، ودي سياسة الدولة اللي خلت ملف حقوق الإنسان هو من أسوأ الملفات على مستوى العالم. نبيلة مكرم هي النسخة الكيوت من المعلم برع سن الفيل المشهورة بالنائبة غادة عجمي. ومش من حقك لا انت ولا غيرك ولا اي بلد في الدنيا يتكلموا عن مجلس النواب او اي جهة سيادية في البلد نهائي. تتكلمي عن نفسك عن اللي يخصك، لكن احنا بقى نواب منتخبين من الشعب، وكان في لجان خارجية بتشوف الانتخابات دي ومراقبتها، وشافك كل 30 يونيو وراء فخامة الرئيس، وسنظل وراه وسنظل بكل قوتنا، رضيتم أم لم ترضوا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طولي بقى مسرحية فيلم عندك هناك عند ماما. وكمان هي النسخة المؤدبة اللي قادرة تمسك لسانها وتهدد بطريقة مهذبة شوية من مكرم محمد أحمد. وعشان الأمل في عودة جماعة الإخوان المسلمين أمل كاذب، الجماعة انتهت وفكرها لا يمكن أن يصلح للغد، وهي على وشك الانتهاء وبتلفظ أنفسها، وحسنا أن ربنا خلصنا منها. يطلع شوية أنا متأسف لاستخدام هذا، يقولك للصالح للصالح. نبيلة مكرم وزيرة الدولة بتحبس وتقتل المعارضين في الداخل، وبتعتقل شباب مسكين ورقة ولا يافطة ولا بيطيروا بلالين، وبتخفي الناس بالسنين قسريا. ومش بس الفجور واصل لإخفاء المجهولين مثلا، ده احنا النهاردة كملنا سنة وشوية وفي برلماني سابق ورئيس حزب اسمه مصطفى النجار محدش يعرف عنه اي حاجة. لكن ده مش مكفيها، هي كمان رايحة تمارس رقابة وتهديد على حق المصريين برا في التعبير عن رأيهم السياسي، وده تطبيق لسياسة الدولة تجاههم بالمناسبة كمواطنين ناقصين للحقوق اصلا. اللي هو انت عايش برا يا عم ما تفكك مننا بقى، مش كفاية صداع جوه. ده غير الاداء المقرف بقى من القنصليات والسفارات من تضييق وبيروقراطية ومعاملة سيئة، وبقت اجراءات تجديد جواز السفر مثلا او تخليص اي مصلحة كابوس بيعيشه اي مصري مغترب، وليلته سودة لو كان مصنف معارض عنده ولو حتى على فيسبوك او تويتر. واللي حصل مع الباحث المصري اسماعيل الاسكندراني مش بعيد، يعني اللي السفير بدر عبد العاطي كان سبب رئيسي في القبض عليه بعد مؤتمر عمله في المانيا عن الارهاب في مصر، واللي مازال مقبوض عليه رغم ان كل معلوماته مثلا عن هشام عشماوي المنشق عن الجيش المصري طلعت مظبوطه باعتراف النظام نفسه واعلامه. نبيله مكرم هي مجرد ترس في آلة كبيره من الاكاذيب ونشر خطاب الكراهيه اللي بتمارسه الدوله اللي سيطر فيها النظام على كل حاجه، وانشا مخصوص حاجه كده سماها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، اللي ظاهريا اهدافه حمايه المهنة واحترام حق الجمهور في مشاهدة او قراية اخبار حقيقية والبعد عن الاشاعات والاخبار المكذوبة، لكن في باطنه انه يكون عصاية الدولة الغليظة اللي بتحمي كل الاشكال الضالة اللي بتطلع تجعر وتهدد وتضلل وتساهم في شيطنة كل صوت معارض او اي حد
يتنفس بس بكلمة عن النظام. ايه الصورة دي؟ 161 ألف فقط اللي انتخبوا ده. بص الصورة وحلاوتها وجمالها في الصورة. حمدان بيدعي دايما انه صاحب تاريخ في النضال السياسي المشرف، رغم ان اهم منصب كان قد تولاه هو رئيس اللجنة المشرفة على حفل مجد الرومي اللي نظمته نقابة الصحفيين. تصوروا. يا ريت يا استاذ حمدان تكلمنا عن دور الراحل الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم نافع في انتقالك من شقتك رقم 14 اللي كانت 70 متر الكائنة ببلوك 6 مساكن مجلس القناطر الخيرية إلى شقتك الفاخرة الكائنة بالمهندسين جنب مقهى الحسن اللي بتقعد فيه كل يوم. وهل حقا نافع من كان يدفع أقساطها؟ ممكن تفسر لي يا أستاذ حمدين علاقتك بوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي اللي استخدمك كوسيلة للضغط على اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ اللي سبق واعتقلك في مظاهرة العراق بالنقابة وقت أن كان رئيسا لمباحث أمن الدولة والأستاذ عاج بمكتبه وربنا أمر بالستر بعد كده في الحمامات. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي سايب خالد صلاح وموقع اليوم السابع يتحول حرفيا لشقة دعارة فكرية وإعلامية تنافس أقذر مواقع البورنو بأكاذيبه وكاريكاتيره المقرف واتهاماته بالشذوذ واللواط للمعارضين ونشر الفضايح والإشاعات والتشويه والسخرية مع منافسين تانيين في نفس مستوى قذارته، زي الدستور اللي ما استناش حتى لما فاروق الفيشاوي يتدفن عشان يطلع يشوهه ويلطخ سمعته لمجرد انه في اخر ايامه اتفك بكلمتين لا هيود ولا يجيب، وبلاوي تانية كتير جدا بتترمى في وش المواطن يوميا كل ما عينه تيجي على موقع من دول. ده المستوى اللي وصلت له الدولة في مواجهة اي صوت معارض، الردح وفرش الملاية. وعلى فكرة كمان هو العيب مش بس على نبيلة او على النظام اللي مسرحها، هي اولا واخيرا واحدة من مجاذيب السيسي، وبتحط الصورة دي صورة الغلاف لصفحتها على فيسبوك، صورة لواحدة خارجة من اللجنة مطلعة لسانها لاعداء الوطن، وزيرة عندها مواطنيها من الاقباط اللي زيها، مواطنين النظام مصنفهم درجة تانية وهي راضية. المهم السيسي خلصنا من الإخوان اللي لو كان وكيل وزارة في عهد مرسي عمل الإشارة دي كانوا نزلوا معاهم كل المعارضين لمرسي التحرير عريانين ملط لإنقاذ مصر من مصير أفغانستان. العيب على اللي حاضرين وفضلوا يسقفوا على الهبل ده، الهبل اللي اتكلمت عنه CNN وبي بي سي والديلي إكسبرس وروسيا اليوم وغيرهم كتير، بيسقفوا ويضحكوا على تهديد واضح زي الشمس بالقتل. والكلام ده بيحصل فين؟ في بلاد تخطط أصلا قصة حقوق الإنسان من بدري، ودلوقتي بقى بيشوف بقى حقوق الحيوانات والحشرات والسمك والفراشات اللي عمر بعضهم ما بيتخطاش ساعة. الأصناف الملزقة اللي عايشه في مجتمع الحداثه والتطور والرخاء والدخول العاليه المحترمه والحياه الكريمه ولسه متاصل في جذورهم جينات مترتر او ام لطفي اللي بتنور وتطفي، ايهما اخضر يعني؟ ومفيش اي نظريه فلسفيه او ابحاث في علم النفس قدرت توصل للسبب الحقيقي اللي يخلي حد عايش في وضع انساني وحقوقي ومادي واجتماعي كويس ولسه بيعيش في نظام مستبد هم نفسهم هربوا منه وحسوا باستحاله ان هم يعيشوا تحت حكم. حاجه ملهاش دواء الحقيقه. نبيله مكرم الجامده جدا دي الوقت الشده شديده ووقت العافيه بتبقى وحش كاسر قصاد اللي يمس مصر بكلمه، خصوصا لو كان معارض مفيش في ايده غير ورقه وقلم او ميكروفون. اهو دي ماشيه برضو على نفس كتالوج سياده الرئيس اللي بيحمر عينه ويشخط فينا ويهددنا وبيقلب بطه بلدي قصاد اي مسؤول غربي رايح له بصفته متسول، سواء متسول فلوس او متسول اعتراف بشرعيته كرئيس، وبيقعد جنب ترامب زي العروسه المكسوفه ليله خطوبتها وهو عارف انه بالنسبه له مجرد فاكين كيلر يعني. نبيله مكرم بطله فيلم المراه والسطور الجزء الثاني حبت تعمل عنتر جبنه على وقع ضرب مواطنه مصريه في الكويت، فكان ده الرد من النائبه الكويتيه. ما لا داعي تكسب سياسي واعلامي من خلال غمز وهمز ولمس، وقلتها لك من قبل واقولها الحين، ان كنتوا نسيتوا اللي قرا هاتوا الدفاتر تنقرا عشان نقول لك شلون احنا محافظين على كرامات الناس. ولانها تلميذه نجيبه لسياده الرئيس كان ده ردها على النائب. بصوا يا جماعه ما بنردش على الاساءه نهائي نهائي، من فضلكم تجاهلوا اللي اتقال، احنا قضيتنا واضحه وصريحه، احنا بنتكلم ان احنا ورا كل مصري في الخارج وبنساعد في ظل سياده قانون الدوله اللي هو فيه، وبنؤكد على ثقتنا في القضاء الكويتي والعداله الكويتيه. حاجه كيوت خالص يعني، ادب واحترام، ومن فضلكم ما نردش على الاساءه بالاساءه وبنثق في القضاء الكويتي واحنا مسامحين يا جماعه. دي الكويت يعني الرز يعني طال عمرك كفيل وكل كفيل، انما مصري عارض ولا ينتقد ولا يهاجم سياسه الحكومه تتقطع رقبته طبعا زي اللي اتقطع قبله. نبيله وغير نبيله هم مرايه للنظام المصري اللي عارف ومتاكد انه هش وضعيف وباطل، اي كلمه تهزه واي هاشتاج عفره رئيسه. نظام بداها بالمذابح والدم عشان يستقر على كرسيه، وبالمذابح والدم مستعد يكمل لو هي دي الطريقه اللي تثبت حكم. ونشوفكم على خير ان شاء الله.